خلود انت اول مره تستعرضوا في هذا المعرض البازار اكسبو، يعني كيفاش اول مره جاتكم التجربه؟ كيفاش عشتوا التجربه؟ التجربه عجبتنا بزاف باسكو مكنتنا اننا نتفاعلوا مع لي كونسوماتور ولي كليون بوتونسييل ونقدموا لهم ونشرحوا لهم لو برودوي ديالنا وشنو هي الفائده لي برودوي ديالنا. اشنو النوع تاع لي برودوي اللي تستعرضوا الان؟ الوغ لي برودوي ازال سون دي برودوي ا باز دويل اسونسييل، يعني حنايا كنقوموا بعمليه كنديروا لا فورمولاسيون ديال لي produits à base des huiles essentielles 100% bio et 100% naturelles et 100% marocains. واش كيفاش الزيوت يعني طبيعيه منين تخرجوا الزيوت؟ هاد الزيوت الطبيعيه كيخرجوا من الاعشاب، يعني لا بلونت فاش كنديروا لها عمليه تقطير كتعطينا دو تيب، كتعطينا اما الزيوت اما كتعطينا لو دو فلور اللي هي ليدغولا. يعني حنا عندنا دو كاتيجوري بيان دو تيب دو برودوي، اما كتكون عندنا ليدغولا اما كتكون عندنا اون ويل ا باز دويل اسونسييل اي ويل فيجيتال. وهاد الاعشاب منين تجيبوها تقريبا؟ هاد الاعشاب يا اما كنقطروها من عندنا ولا كانت خاصنا شي حاجه كناخذوها من لي كوبيراتيف اللي حدانا في جهه واد نون في قلميم. يعني نتوما جايين من قلميم؟ حنا من جنوب المغرب. اكزاكتومون، حنا من جنوب المغرب وجينا هنايا للدار البيضاء باش نشاركوا معاهم هاد لي برودوي ديالنا. وهذه اول مره تتعرضي انت في معرض ولا سبق لك عرضتي منتوجات ديالك في معارض اخرى؟ الوغ هذه اول مره باسكو يلاه بدينا حنايا اون مارك، يلاه بدينا وجينا اول مره لمدينه الدار البيضاء باش نشاركوا معاهم التجربه ديالنا وهاد لي برودوي ديالنا. وكيفاش كان التفاعل تاع الناس مع المنتوج ديالك؟ صراحة تفاعل رائع جدا، بزاف الناس عجبهم لاسبي ديال لو فات اننا كنجينا من الجنوب وجينا كنشاركوا معاهم واحد الحاجة اللي طبيعية وواحد الحاجة اللي ما فيها حتى شي حاجة مغشوشة وكنشرحوا لهم كل شيء بالديتاي، وهذا الشيء عجبنا بزاف وقربنا أكثر من لي كونسوماتور.